سيدي اليمن أنت تعلم دخلت التاريخ باسم مقبرة الأناضول، صح ولا لا؟ صح. مقبرة الأناضول لأن الإمبراطورية العثمانية سيطرت على كل المناطق، على كل المناطق في العالم العربي، لكنها دفنت في اليمن، تحولت إلى مقبرة. اليمن لا تستطيع عليه. ثانيا عبد الناصر بذاته يعني بجلالة قدره خسر أكثر من 60,000 جندي في اليمن. 85,000 تركي دخلوا إلى اليمن ليحتلوها، رجعوا 5,000. اللي يدخلوا هناك ميت. من اليمن مقابر للغزاة، جاءه كثيرون ثم قبروا في هذا اليمن. اليمن استثناء. هذا مقبرة الغزاة، البلد ده ما حد يقدر يقربه. هذا اليمن مش نيرو. هذا اسمه اليمن. هذا اليمن مقبرة للغزاة. مقبرة حتى للأمريكان. لمن يغزي مقبرة وما يعرفوها تاريخياً.